من بدء حكومة سيد السوداني مهامها ومهماتها أنطت لمشروع الحوكمة الإلكترونية أولوية كبيرة، وبأكثر من مناسبة كانت أكو توجيهات لكل الوزارات بتسريع إجراءات عملية أتمتة عملها. هناك خطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية. بالحقيقة عملية حوكمة الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية والضريبية والجمارك والمنافذ وحتى البنك المركزي وربطها مع المصارف الرقمية تدريجيا راح ينطي طابع جديد لعمل وطريقة إدارة الحوكمة أو الحكومة لمؤسساتها وحتى بقية مفاصلها. احنا نعرف بأنه هناك الكثير من المعرقلات والتحديات أمام التحول الإلكتروني للمؤسسات الحكومية، تستوجب أنه يكون أكو معالجة سريعة نقدر نقول، وأيضا ماكو أمامنا إلا أنه احنا نطبق هذا العمل وننجح بهذا المشروع، لأنه بأمس الحاجة لموضوع التعامل الإلكتروني، إنهاء التعاملات الورقية اللي بيها الكثير من فساد وأيضا الرشاوي في كل مفاصل الدولة، وإضافة إلى الروتين وحتى البيروقراطية. اليوم بحلقتنا راح نتحدث عن خطوات الحكومة بالتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني، مع ضيفنا عبر الهاتف السيد عمار التميمي مدير دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وراح تكون أيضا لنا حلقة خاصة عن هذا الموضوع خلال الأسبوع. بالنسبة للوزارات ربما المتعاونة معكم أكيد يعني تختلف من دائرة من وزارة إلى أخرى، وإحنا بالنهاية الجميع متوجه إلى أن يكون هنالك أتمتة وأن تكون هنالك الحوكمة الإلكترونية. أكثر الوزارات تعاونا بنسب معينة، يعني يا ريت تعطينا نسبة تعاون الوزارات، وبالمقابل الوزارات اللي لليوم يمكن ما قدرتوا إنه تسوون معها هذا التطوير. يعني اي احنا مو يخاف اذا نقول لك النسب يزعلون الاخرين يعني، بس احنا خلينا نقول مثلا مجموعه الوزارات المتميزه، ما راح نحدد ياهو الافضل انما هي مجموعات يعني. نعم. المتميزه جدا كانت معانا بالعمل هي وزاره التعليم العالي، وكذلك عندنا امانه بغداد. طبعا امانه بغداد الان احنا اكثر من 15 خدمه الكترونيه تحولت، يعني دائره بغداد تحولت الكترونيه بشكل كامل. وعندنا اجازات البناء الان ايضا اطلقت تجريبيا في دائره الرصافه، بلديه الرصافه، والان حتطلق في دائره بلديه المنصور. امانه بغداد متعاونه جدا، تجي بخطوات حثيثه نحو حوكمه كافه الخدمات اللي عندها. التعليم العالي طبعا وزاره كبيره وعملاقه يعني، وايضا في مشروع صحه الصدور كانت رقم واحد. يعني الان عندنا اكثر من مليون وثيقه تخرج، لا حاجه بعد لطلب صحه صدورها في اي وقت كان.